السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. ان شاء الله البنات كامل تكونوا بخير. الفيديو تاع اليوم روتين للتنظيف والتخمال، ان شاء الله يعني نعطي لكم يعني طاقة الإيجابية ونحي لكم شوية كسل، هكذا باش نديروا كامل الميناج في بيوتنا، النظافة مليحة البنات. الروتين تاع اليوم كما راكم شايفين هنا، بديتها بولادي رايحة هنا، وجدت الفطور الصباح ديالهم باش يعني يشربوا حليبهم. اللي شرب حليب شرب، واللي شرب الياغورت هذا ليكيد شرب، وكلاو الكاطو هكذا باش يخرجوا لمدارسهم. من بعد انا نروح نشرب قهوتي، كي نخلص قهوتي نروح مباشرة للشغل ديالي، يعني الميناج تاعي. الروتين تاع اليوم كيما راكم شايفين، جوز في الكوزينه ديالي، هاد الجوز كيما راكم شايفين وين كانت لا كويزينيير والميكرووند، رايحه ننظفهم كامل ونغسلهم، ونغسل واش كاين كامل في البوطاجي هذاك، هكذا باش يعني نحي الكوتي هذا. كيما قلت لكم في الفيديو السابق، ما نحيش الكوزينه ديالي على ضربه، يعني نحي غير بشويه حتى نخلصها، هكذا باش ما نعياش البنات. وما بيت ثاني عندي فطور، يعني اغتنمت الفرصة قلت وعلاش ما نديرش الميناج، ما بيت عندي الفطور. بالنسبة للمنتوج اللي قلت لكم عليه البنات، هو هذا النظاف. المنتوج هذا أروع ما يكون البنات، مليح بزاف لافايونس، يعني هنا هذا هو المنتوج نجمة، يتباع 18 حتى ل 20 ألف، يعني رخيص البنات. هذا المنتوج نعتمد عليه بزاف في الكوزينه، في سال دو بان دايما نديرو، يعني يعطي لي نتيجه ولا اروع. وحبيت نبارطاجي معكم هذا المنتوج، ان شاء الله تجربوه انتم ثاني. من الاحسن البنات كي تستعملوا هذا النظاف لازم ديروا لي غون ولا القفازات، من الاحسن. بصح انا ما نقدرش ندير بلي غون البنات صراحه، ندير مباشره بيدي. هذه هي، ان شاء الله تجربوه وتعطي لكم انتم ثاني نتيجه شابه. هذه هي البنات، بقوا معنا البنات تكملوا الفيديو حتى الأخير، من بعد رايحه نولي لكم إن شاء الله.
بالنسبة للفطور ديالي ولا الغداء ديالي كما راكم شايفين هنا البنات بركوكس. بركوكس هذا كيفاش وجدته؟ يعني هاد الطبق ما درتوش في نهار وين درت يعني الميناج، درتو يعني لافي ليله مقبل. وجدت البركوكس ديالي، فورته وخليته بيجيه، وجدت ثاني المرقه ديالو حتى طابت، من بعد غطيت عليها وخليتها ثاني بيجيه. من بعد غدوه من داك خلصت الميناج، سخنت المرقه ديالي، من بعد حطيت البركوكس ديالي للداخل، من بعد خليته حتى تشربت كامل المرقه ديالها. هذه هي، وجا يعني طبق جديد ماشي قديم. انا ولادي يموتوا على بركوكس بصح ما ياكلوهش كي يكون بايت، يحبوه جديد. درت هذه الطريقه باش هكذا ياكلوه جديد، وفي نفس الوقت ما ياخذليش بزاف الوقت كي نكون ندير في الميناج. هذه هي البنات، ان شاء الله يعجبكم. ولا عجبكم الطبق هذا تاع بركوكس، اللي ما شافوش يروح يعني اسفل الفيديو في صندوق الوصف، رايحه نحط لكم يعني الرابط ديالو اللي ما شافتش الوصفه هذه، يعني بركوكس بالسلق والكابويا.
هذا هو البنات الروتين تاع اليوم، ان شاء الله يعجبكم، وان شاء الله نحيت لكم شويه كسل وعطيت لكم الطاقه الايجابيه. هاد يعني الفيديو السابق درنا لي بلاكار في الترتيب وكامل، والفيديو هذا درنا البوطاجي ديالي كما راكم شايفين. من بعد رايحه واش بقى لي يعني في الكوزينه ديالي، رايحه نكمل اطواقي ونكمل لي ستور، نغسلهم ونرضهم بلاصتهم، وسقف بيان سور رايحه نجوز عليه بشويه روجافيل. هذه هي ان شاء الله الفيديو تاع اليوم يعجبكم والروتين تاع اليوم يعجبكم، وما تنسونيش البنات في البرتاج، بارتاجيو اكبر عدد ممكن من الناس هكذا باش يتعرفوا على القناة، لانه الفيديو السابق شوية تفاعل يعني ما فيش بزاف تفاعل. هكذا البنات ما بقى لي غير نقولكم ما تنسونيش في لايكاتكم وتعليقاتكم الرائعة، والى الملتقى مع فيديو واحد اخر ان شاء الله. سلام.